علاج خاص لمرضى السرطان، نشوفهم سوا. اكتشفت انه نحن بنعلي معنويات مش للستات اللي بيجوا لعنا زعلانين، للستات والرجال اللي بيكون عندهم مرض ومرض صعب كتير اللي هو الكانسر. مين ما عنده بعائلته حدا عنده كانسر وبيحب يساعده، كيف تا اذا انا وجروب بنات انستيتيوت جين نصار عم نساعد ستات ورجال تيمرقوا هالمرحلة الصعبة، إن كان بكريسماس إن كان بالأعياد يما كل السنة. بروفيسور جوزيف كابتان كانسيرولوج طلب مني هالطلب وأنا لبيت الدعوة. حنسمع منهم كل واحد شو رأيه. أنا اسمي كيارات، مؤسسة ورئيسة جمعية أنا وأنتو اللي بتعنا بمساعدة مرضى السرطان إن كان مادياً أو نفسياً، ونحن بالتعاون مع البروفيسور جوزيف قطان اللي هو اخصائي بامراض الدم والتورم توجهنا على انستيتيوت جين نصار كرمال نسالها اذا بتحب تكون داعم معنوي معنا لكل مريض عم بيعاني من هالمرض اللي صار مع الاسف منتشر بايامنا هيدي بكل بيت او بكل عائله. معظم مرضانا هن مرضى مصابين بامراض صعبه، امراض سرطانيه. العلاج تبعها أصعب من المرض، رغم أنه بيكون في أوقات بالنهاية شفاء بالآخر، بس المرحلة اللي بنمرق فيها مرحلة العلاج هي فيها عذاب نفسي إذا بدنا ومعنوي، وفيها سايد إفكت مزعج للمريض لو أنه بنعرف أنه مرحلة بتمر، بس هالمرحلة عم بتكون كتير صعبة وعم نحاول قد ما فينا نخففها. نحن حبينا نشتغل على الموضوع انه يكون هالمريض يحس حاله انه عن جد هو بعده طبيعي وعايش بمجتمعه عادي مثله مثل غيره. فاذا بدك من الفكره اجتني، وفكره بتصور انه ما حدا بالعالم عملها، يعني نحن مبسوطين فيها، هي انه المريض او المريضه اللي جاي تاخذ علاج ليش ما بنقدم لها خدمات تجميليه، خدمات تخفف شوي من تعبها، تخليها تحس انه هي مرأة، او الرجال يحس حاله انه هو بيقدر يتغنج لو كان بهالفترة الصعبة. فمين اهم انستيتيو المفروض نتوجه لعنده بلبنان ومعروف بيعمل عمل خير؟ انستيتيو جين نصار. من حوالي الاربع اشهر بلشنا شغل نحن ومدام جين نصار على مع كل مريض، كان عم ينبعث صبايا من الانستيتيو من عندها يرافقوا المريض هو عم ياخذ تريتمون، يعني من اول ما بفوت على المستشفى يبلش باخذ المصل وياخذ الدواء، كان عم بيكون في صبايا عم بيامنوا للستات وللرجال دعم، يعني هو معنوي كثير حلو عم بينسي المريض المعاناه اللي هو عم يمرق فيها. جين نصار كل يوم بايام الاسبوع قبل الظهر بتكون بالقسم النهاري مطرح ما عم نعالج المرضى، وبتقدم ربع ساعه للنسوان اللي ناطرين الدواء او عم بياخذوا الدواء، تعمل لهم مساج ولاكسون للايدين او للاجرين او نتواياج للوجه، وعند الرجال بيكون في شيء اسمه مساج ولاكسون. فبده الواحد يكون بالمستشفى تيعرف الفرق، شو الجو تغير، قديش الجو تغير، قديش المرضى بيجوا مبسوطين على جلسة العلاج اللي كان هو الجو أول شيء نسميه نحن ديبريشن وإحباط، صار الجو كثير حلو. كانوا يكونوا حزينين عم بيفكروا بس كيف بدنا نشكل إبرة وأي ساعة بدنا نخلص وقد ايه الديوري دو تان اللي بدنا نقطع فيها تنرجع على بيتنا، بينما من بعد ما بلشنا هالشغل كان كتير دعم يعني معنوي، كان في ابتسامة وفرح على وجوه هالمرضى، إن كان من الرجال اللي عم يتلقوا المساج بالمرحلة اللي عم ياخذوا فيها العلاج، أو الستات اللي عم بحسوا حالهم عم يعملوا ماسكو بيلينج، عم بتحس حالها عن جد عايشة حياتها طبيعية وعم تنسى إنها هي
بالمستشفى عم تتلقى العلاج ونجرب نحن باسم الجمعية وبالتعاون مع جين نصار ننسي هالمريض انه انت عم بتعاني. وهيدا كان الدور الاساسي اللي لعبه انستيتيوت جين نصار. نحن كنا مجموعة مؤلفة من 4 بنات، كنا نروح على الأوبيتال نقدم هالخدمة المجانية من انستيتيوت جين نصار. أول فترة كانوا مستغربين لأنه شيء جديد، بعدين هن صاروا ينطرونا وحتى يسألوا عنا أوقات. نحسهم كتير مرتاحين، يعني لدرجة صاروا يعرفونا ينطرونا لنجي ويكونوا هن نفسيا مرتاحين، مش كأنه جايين يعملوا بس التريتمون ويفلوا. أنا كمان من الصبايا اللي كنا عم نروح من عند جين نصار على الأوبيتال، عم نعمل مساجات للإيدين للإجرين وعم نعمل سوان إكلا للمرضى مشان ما يغير عليهم شيء، لأن نحن بنعرف إنه على التريتمون بيغير وجههم والبو تبعيتهم. مثل ما نحن غيرنا كمان بنفسية المرضى، هن كمان ساعدونا إنه نحن نشوف الحياة أحلى، وهذا الشيء أكيد ما كان كتير صعب علينا لأن نحن بس نقلنا النفسية الحلوة من عندنا من الانستيتيو على الأوبيتال. أكيد نحن انبسطنا لأنه هذا الشيء عم نقدمه معنوياً بيعلي نفسية المريض اللي بحاجة لشيء جديد بحياته، ولأنه شوية بصيص أمل. أنا دائماً بلاقي كتير أوريجيناليتي بالأفكار اللي بيطلع فيها دكتور أطان على قصة إنه يموه عن الباسيون، واكثر شيء المبادره اللي بتخص النسوان، يعني اكثر شيء بالبوتي بيهتم بجماله، لانه لو واحد مريض مش ضروري يهمل حاله لانه هالشيء يعني بيزيد من مرضه. فيها افاده وفيها راحه نفسيه، بياخد العقل مبسوطه فارغه شوي. مين ما كان اذا انسان بيعمل هالشيء يعني كتير كتير بيرتاح من إجراه من إيداه من وجهه من كل شيء، عن جد عن جد عن جد. إيه بيرتاح الواحد أعصابه بترتاح. يعني أحلى شعور يكون المريض هو وقاعد على التخت عم يتغنج ويحس إنه الوقت اللي تراتمان اللي عم ياخده هو فرح لإله، فيه حدا عم بغنجه وعم بيسلي وعم بيريحه تيشيل الوجع منه. وهيك بتحسي هيك إيديك بيرتاحوا، ما بعرف مبسوطة فيهم كتير أنا عن جد. مرسي كتير، مرسي لكم. نحن الأشخاص وقت اللي بنكون عم ناخد التريتمان عم نرتاح كتير، وقت اللي عم ينعملنا مساجات للإيدين وللكتاف وللظهر عم يعني بس نطلع من هون عم بيروح الوجع تدريجيا مرة عم مرة عم بيخف الوجع. ألف مرسي لإلهم عن جد، يعني ما في منهم هالصبايا عن جد، ما بعرف حبهم حبيتهم كتير كتير طيبين. يعني هو تريتمان وتغنيج وعلاج بذات الوقت. هاي مبادرة مشكورة انستيتيوت جين نصار عليها، ومشكورين البنات كتير لأنه حقيقة بيشتغلوا بقلب واحد للانستيتيوت. مرسي كتير لكم. مثل ما شفنا هيدا الروبورتاج أكيد تأثرتوا، أنا كمان تأثرت وقتها سألتني ست أنتو كجمعية جين نصار يما انستيتيوت جين نصار ليه عم بتقدموا هالعلاجات مجانا؟ كان جوابي أكيد هيك ارتجالي مثل العادة، إنه الله عطاني الصحة أنا وجوزي وولادي وعائلتي، وإن شاء الله يا رب نحن نساعدهم تيطلعوا من هالمحنة ويدعونا أكيد بالخير. مثل ما عرفتوا جمعية جين نصار للتنمية الاجتماعية عندها كتير اشياء بتعملها كل السنه، وخصوصا على كريسمس. استقبلنا جروب الينبوع اللي هو للاحتياجات الخاصه، بنات من عمرنا يمكن اصغر يمكن اكبر بحبوا يتغنجوا، حقهم انه يتغنجوا. عملنا لهم مانيكير بيديكير، غني ليل ورقصناهم وضيفناهم. كل السنه بنهتم بباص بياخذهم وبيجيبهم على الينبوع كمان من جمعيه جين نصار مدار السنه. كمان في عنا بالجمعية دايما كل سنة منجرب نقوم فيها اللي هي مع أبونا عطلة. أبونا عطلة اللي عنده بيت الضيافة، بيت الضيافة هو بيت لكل فقير، لكل إنسان بحاجة لدواء لمستشفى هو بيساعده، ونحن فرع صغير من هالفروع. مثل العادة كل سنة منعمل حفلة حلوة
لكل مغاوير، لأنه أنا كتير بحب كل إنسان بيساهم للوطن حتى نفرح هالأطفال والأهل يكونوا مبسوطين على العيد. شو كمان نسيت؟ أكيد جمعية كفا، بما أنه أنا مع كل ست اللي بقويها نفسياً معنوياً وجسدياً، ساهمنا ب 28 ست معنفات كمان كرمال نساعدهم معنوياً يكونوا مرتاحين نفسياً حتى يقدروا يجابهوا العنف الأسري. أكيد جمعية جين نصار ما إلى حدود، وكل سنة بقول يمكن يخفوا والله بيعطيني أعطي أكثر، وإن شاء الله تغاروا مني مثل ما أنا غيرانة من الناس بيعملوا أكثر، ونصير كلنا سوا عقلب واحد نساعد بعض، لأنه ما قلنا غير بعض. وكل عيد وأنتم بخير. نتوقف هلا مع